ترك صاحب المنزل هذا بيته وذهب بعيدا عله يعتق نفسه من الله بالموت، وكانت هذه فرصة مواتية لانقضاض الحوثي عليه، بل وجعله مركزا لعملياته. كل شيء متاح للحوثي، فمن نهب المنازل إلى استخدامها كغرف للعمليات الخاصة به. هذه بدلات الغواصين الذين يستعملون زورق المطاط. هنا تحول المنزل إلى معمل للألغام البحرية، وهنا اسطوانة الغاز المضغوط باتت ألغاما، ناهيك أن غرف المنزل هي الأخرى مخبأ للطرابيد التي تستخدم للعمليات البحرية التي يقوم بها الحوثي بين الفينة والأخرى لتهديد الملاحة الدولية. طرابيد بحري للميليشيات الحوثية يستخدمونها في عمليات إرهابية لتهديد الملاحة الدولية. عدسة الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية رصدت مشاهدا لتأمين كتائب المهام الخاصة عددا من الفلل شرق مدينة الحديدة في شارع الخمسين، كما تم العثور على وثائق هامة ومخططات ينوي الحوثي القيام بها لتهديد أمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية. العمليات النوعية الخاطفة تكللت بتطهير وتأمين عدد من البنايات والفلل في شارع الخمسين، والتي كانت تتخذها الميليشيات الحوثية مقرا لما تسميه سلاح البحرية ومنطلقا لعملياتها.